بسم الله الرحمن الرحيم. انا صاحب الحرب سيدك العزيز. تعال نشوف تصريحات كابتن هشام الدكيك. هتقول لك كابتن انت ما وراكش حاجه غير المغرب. حبيبي انا بحبك وانا قاعد معاك. لو انت مش عايز تقعد معايا براحتك يا صديقي العزيز. تعال نتكلم على تصريحات كابتن هشام الدكيك بعد المباراه. كابتن هشام قال لك كنا متوقعين ان تكون المباراه بهذا الشكل، وما صعب اكتر هو جماهير طاجيكستان، وكان هذا المنتخب وكان هذا المنتخب يلعب داخل ميدانه. خلقنا فرصا كبيره خلقنا فرصا كثيره، لكن السيناريو الذي توقعناه تحقق، لكننا عرفنا كيف ندبر امورنا، واهم شيء هو تحقيق الفوز لمعرفه طريقنا، والحمد لله حصدنا النقاط الثلاث. مواجهه بنما ستكون مختلفه، هم سيدخلونها وكانها نهائي لانهم انهزموا في اول مباراه لهم، وسنحضر لها جيدا. فعلا المباراه بتاعت النهارده كانت صعبه، وفعلا كان سيناريو صعب، لان كان المفروض ان المنتخب التاجيكي بعد ما لبس الهدف الاول ان هو ينهار، ولكن منتخب طاجيكستان فاجئ الناس كلها بمستوى كبير جدا بعد ما الفرقه ما لبست جون في اول 20 ثانيه. انا صراحه كنت مستني ان هم ينهاروا، كنت متوقع ان هم ينهاروا، ولكن ما نهاروش. السيناريو كان صعب فعلا، وجود جمهور كبير جدا من منتخب طاجيكستان في الملعب كان عامل طفره شويه على لعيبه منتخب المغرب، غير انه ماتش البدايه فالدنيا بالنسبه لمنتخب المغرب كان فيها كوليكشن ببطاقه. كنا نعرف بان المباراه ستكون صعبه لعده اسباب، الخصم يلعب بطريقه سريعه مثلنا، وده اللي انا كنت بتكلم عليه، ان انا بحس ان انا بتفرج على منتخب المغرب نسخه ثانيه. فعلا منتخب طاجيكستان كان بيلعب بطريقه لعب منتخب المغرب بالظبط، انت بتلعب ضغط عالي بطول وعرض الملعب، وبتلعب مان تو مان بريس، وحارس المرمى بتاعك بيقدر ان هو يطلع يغطي المساحات اللي هيسيبها لعيبته. نفس الكلام كان بيعملها منتخب المغرب الناحيه الثانيه بالحرف. إضافة إنه يغامر، فعلا كان بيغامر، وحارس المرمى بتاعه في وقت كتير كنت بتحس إن هو كان بيلعب حارس طاير. إلى جانب بعض اللاعبين الشباب الذين شاركوا لأول مرة، وكذا الجماهير التي كانت حاضرة، وكأننا نلعب في طاجيكستان، كان هناك حماس أربك لنا بعض اللاعبين، ده أنا كنت بتكلم فيه من شوية، إن هو وجود جمهور وتسرع لاعبين منتخب المغرب في بعض من الأوقات فعلا كان مخلي ضغوط كتير على منتخب المغرب. عموما نحن راضيين عن النتيجة. لقد حققنا ثلاث نقاط مهمة، الأمور أصبحت مكشوفة، وسنكون أفضل في المباراة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله المنتخب المغربي يكون أفضل في المباراة المقبلة، وإن شاء الله بإذن الله المنتخب المغربي ما يواجهش نفس الظروف اللي واجهها قدام منتخب طاجيكستان النهاردة بحالة التوتر. هيواجهوا خصوم أقوياء، وهيواجهوا خصوم بيلعبوا ضغط عالي، وخصوم بيلعبوا مان تو مان بريس، ولكن المنتخب المغربي النهاردة الضغوطات النفسية اللي كانت على لعيبته خلت الأمور تبان إن هي صعبة شوية. رغم ان منتخب طاجيكستان كان بيعمل كل ده، بس المغرب الشوط الاول مضيع له 3 4 تجوان، والشوط الثاني برده نفس الحكايه. فانت بتتكلم على كميه فرص كتيره بتتخلق، وكميه فرص كتيره بتضيع في الوقت اللي حتى الخصم فيه بيلعب اعلى مستوى عنده. فهنا لازم نتكلم على ان لعيبتك هي اللي كانت مقلقه، وفعلا كان عندها حماس زياده لدرجه كان مخليهم في بعض الاحيان متسرعين، خدوا السرعه وادوها درجه التسرع. الف مليون مبروك لمنتخب المغرب، وبالتوفيق في المباراه القادمه امام بنما.